بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل. منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلامنا من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بأجمل تحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان سيح صبرا لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث أن برنامجنا اليوم يأتي بهذا أيضا التاريخ وبهذه الانطلاقات. مشاهدنا الكرام والذي تأتي مشاهدنا الأعزاء بتاريخ 15/3 لعام 2020، سباقنا خصص لسن الإذاع، مسافتنا 6 كيلومترات، عدد الأشواط في هذه الفترة الصباحية أيضا بأيضا 10 أشواط تتوزع ما بين البكار والقعادين المحليات والمهجنات الأصايل. انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين في هذا الانطلاق الأول لهذا السباق. سباقنا 11 في أيضا انطلاقات هذا الموسم، والذي لقب بالسباق الأخير في عالم الساحر، أسير على مقدمة الشوط مع المركز الأول والصدارة، بلقى قناعة مع المركز الأول محمد بن أحمد أيضا بن قنون الفلاسي. محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي يتقدم مع هذا الانطلاق ومع هذا الأبداع الأول مع قناعة، بينما المركز الثاني أيضا تأتي كذلك في هذه اللحظات وتتقدم في هذه الإثارة، حيث أن يقدم في هذه اللحظات الشاهينية. ويمعى بن محمد بن طويل بن منصوري خذت المركز الثاني، المركز الثالث الوصول والدخول من خلال تواجد احترام. خالد بن حمدان بن مبارك بن حرزي الشامسي يقدم احترام والاحترام الواجب، شكرا يا ابو خالد. بينما اللي هي بالمركز الرابع تاتي كذلك في هذه اللحظات اركان، محمد بن مسلم بن طرشوم العامري يقدم اركان مع المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذه الانطلاقه. بينما نتابع المركز الخامس الوصول مع الشاهنيه، خالد بن احمد بن خميس الاخيلي يقدم الشاهنية مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نقلتنا مستمرة مع المركز السادس في هذه الانطلاقة وبهذه التحديات المثيرة، الشرقية، ويمعى بن محمد بن كرثم الخيلي ياتي بدوره مع الشرقية خاطفة للمركز السادس والمركز السابع. أصبحت وتقدمت اللي هي دكتورة، ومحمد بن قماش بن مسلم العامري قدم دكتورة مع المركز السابع. المركز الثامن أصبحت وتقدمت اللي هي أيضا رهف، ومبارك بن احمد بن راشد الاكتمي خذت المركز الثامن والمركز التاسع. نختم به الندى في هذه اللحظات، حيث ان تاتي وتنطلق الهيشواهين والدود بن سويد بن مبارك العامري. هذه هي نتائجنا اكتملت الى مسامعكم في هذه اللحظات، والندى الاول للمراكز المتقدمه التي انضمت في هذا الشوط وسارت في هذا الانطلاق المثير. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هكذا الابداع، هكذا الاثاره، وهكذا الاقوى التي مشاهدينا الكرام ايضا هناك ايضا تتصدى للمشاركين. هذه الرياح التي تاتي في هذه اللحظات وتسير في هذه ايضا الإثارة، ما شاء الله وتبارك الرحمن، هكذا أيضا المسار وهكذا الإبداع في هذه اللحظات مع أول الانطلاقات المحليات الأصايل. هكذا مقدمة الشوط والمركز الأول تتقدم في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر. أيضا على الصدارة تأتي أيضا الشاهنية، يمعى بن محمد بن طويل بن المنصوري يقدم الشاهنية على
على ما قدمت الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. ما إن شاء الله وتبارك الرحمن، 3 كيلومترات انتهت وثلاث أخرى أيضا متبقية. هكذا الإثارة وهكذا الإبداع وهكذا الشاهنية على ما قدمت الشوط مع المركز الأول، أروحت بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر على ما قدمت الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات. راح بن طويل بيبدو أن أروح بن طويلب على ما قدمت الشوط مع المركز الأول، قدم شاهنية بهذا التقدم وبهذه أيضا الانطلاقة الأولى. ما إن شاء الله، يا سلامي على هذا التحدي، يا سلامي على هذا الإبداع. تابع لي المركز الثاني والثالث، تابع لي هذه الأسماء التي انضمت في هذا أيضا الإبداع الصباحي مع المحليات والانطلاقات المميزة. تأتي مع المركز الثاني في هذا الانطلاق، ويأتي كذلك أيضا بالحرزي مقدم احترام خالد الحمدان بن مبارك بالحرزي الشامسي مع احترام مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث، أتابع المركز الثالث بهذه المتابعة وبهذه الانطلاقات. أركان محمد بن مسلم من طرشوم العامري يقدم أركان، وكذلك تدخل بشاهنية خالد بن أحمد بن خميس الأخيلي. المركز الخامس، أتابع أيضا هناك وتقدم من أيضا رهف ويقدمها مبارك بن أحمد بن راشد الأكتبي، خذت المركز الخامس. المركز السادس، الوصول مع اللي هي الشرقية يمعى بن محمد بن كلثم الأخيلي، خذت المركز السادس في هذه الانطلاقة وبهذه التحديات. أتابع الشعارات الأخرى، أتابعها بعملية زومية حيث أن لها تواجد ولها كذلك أيضا شان مع الأمتار الأخيرة. ما إن شاء الله وتبارك الرحمن، لكن هناك لا بد ملعودة في هذه اللحظات وبهذه الانطلاقات المثيرة. ما إن شاء الله وتبارك الرحمن، بدينا نقترب أيضا من الخطوط الأخيرة، واثنين كيلومتر يفصلنا عن الوصول والعبور نحو خط النهاية. ما إن شاء الله، وهذه هي الشاهنية مع أول الأشواط أول التحديات الأولى في هذا الصباح. تتقدم الجموع بهذا الانطلاق بهذه أيضا الإثارة المستمرة. أول الأشواط والشاهنية مسيطرة، كل السيطرة على ما قدمت الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا أيضا الانطلاق. يمعى بن محمد بن طويلب المنصوري قدم اللي هي الشاهنية بهذا التقدم وبهذه الإبداعات المستمرة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف هنا أيضا اللافتة التي أيضا تشير للمسافة الكيلو والنص المتر الأخير. ما شاء الله وتبارك الرحمن، لكن شوف لي هناك وتابع لي هذه المجموعة القادمة، الشاهنية قادمة وكذلك أيضا بالحرزي قادم في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر. ما شاء الله، ولكن بدينا بالانعطاف والالتفاف نحو خط النهاية. ما شاء الله، الشاهنية على ما قدمت الشوط مع المركز الأول يقدمها يمعى بن محمد بن طويلب المنصوري. ما شاء الله، 1200 يفصلنا عن الوصول. يا الله، المنطقة المميز يتقدم مع المركز الثاني من خلال تواجد أيضا الشاهنية مع المركز الثاني في هذه اللحظات. خالد بن أحمد بن خميس الأخيلي يقدم الشاهنية بهذا التقدم المثير، بينما المركز الثالث احترام مع المركز الثالث وخالد بن حمدان بن مبارك بالحرزي الشامسي والشرقية مع المركز الرابع في هذه اللحظات. يمعى بن محمد بن كلثم الأخيلي يقدم الشرقية مع المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر. ما شاء الله وتبارك الرحمن، لكن بعود على الصدارة ومقدمة الشوط لا زالت الشاهنية أيضا ثابتة وجودها مع المركز الأول. بدأت بالانطلاق في هذه اللحظات وبهذا الإبداع المستمر على المركز الأول في هذا الانطلاق. ما شاء الله، الشاهنية نص الكيلو والمتر الأخير في هذه اللحظات وبهذه التحديات. الشرقية بدأت بالتحرك في هذا الانطلاق وبهذا أيضا الإثارة. ما شاء الله، يمعى بن محمد
محمد بن كلثم الخيلي ووصل مع الشرقية مع المستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. وراعت العوايد ما تخلي عوايدها، راعت العوايد ما تخلي عوايدها ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف الشرقية وشوف الشاهينية، الشرقية صاحبة نقطة ذهبية في أيضا ميدان المرموم وفي جائزة ولي العهد، يا سلام عليها، وصاحبة أيضا المركز الأول. فتهانينا وناموس نبعثها لهذا الشعار مع الشرقية يمعى بن محمد بن كلثم الخيلي، تهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني عند بن طويلب، المركز الثالث هو الحبل الكريم خالد بن أحمد بن خميس الخيلي، ألا وهي الشاهينية خاطفة للمركز الثالث. والمركز الرابع أصبحت في احترام خالد بن حمدان بن مبارك بالحرزي الشامسي مع المركز الرابع. أما المركز الخامس في هذه اللحظات تتقدم أركان ومحمد بن مسلم بن طرشوم العامري خاطفة للمركز الخامس في هذه اللحظات وبهذه الانطلاقات. أما اللي خذت المركز السادس أصبحت أيضا رهف ومبارك بن أحمد بن راشد الاكتبي مع المركز السادس. والمركز السابع أصبحت أيضا وتقدمت شواهين الدودة بن سويد بن مبارك العامري. والمركز الثامن أتابع المركز الثامن في هذه اللحظات، لكن برجع إلى توقيت المقدار أيضا هناك 9:37. تهانينا وناموسة نبعث ليمعى بن محمد بن كلثم الخيلي، لك التحية على هذا الفوز والانتصار.